بشي السيد الخضيري بن بوالي بربي قدم نفسك ترى يعني وقتاش ولدت؟ الخضيري بن بوالي ولد عام 1927 أي. وشارك في الثورة بتاعت كيف جاتك الفكرة نتاع باش نمشي للثورة حاج؟ جاتني الفكرة معناها مشينا مع الاستعمار ما تقناش الاستعمار حاكم فينا ومع الناس سلطة على أرواحنا ولينا معناها مرقنا باش نجلوا علينا الكفار ومشينا وجهدنا فهمت ولا لا ونقمناهم ونقلناهم وخرجناهم بمعمل كان زدت الصفات جات بعقابنا فرنسا ودارت منا وجات من هنا وفشلت بكل شيء ونحن شادين الجبال فهمت ولا لا ولينا حكموها على عقروها فهمت ولا لا جلت نهار التالي علقت ايديها قالت لها بلادك بنايا خاطي سلمت فهمت ولا لا وخالي بوهالي شكون كان دوره شكون كان بالضبط؟ ما صحيح ما مشاش اما قالوا يشارك يعني ما مشاش وانما دوره يهز في المهاد ويدي في الكساوي للمقاومين مين سمعت يعني ده دور مهم برشا فهمت يعني قلت لك الدور نتاعو رغم ما مشاش اما كان يساعد برشا في لا هو يساعد يخطبوا كي نمشوا كل صحيح من تينو شكون باش يطيب شكون باش يوصل الماكله هما اللي قاعدين المبطنين ولا عرب الكل هي اللي تقاوم فينا تعطينا في يجيب لنا في اللباس ويجيبوا لنا في الكساوي والمواد والماكله كل شيء لهنا عندنا من ناكل ولا عندنا من نشرب نشرب كون على المواطنين والمواطنين عارفين بلادهم باش يجاروا واللي قود هذا يقود على روحه غادي واللي يمشي سمعت شي ما هو وبدينا فهمت ولا لا وين نمشوا للبقعه يمشوا يقودوا علينا بربي ثم من شريط اي نمشوا قودوا علينا تقود الناس الناس كل اي تجار لكني فهمت ولا لا نحن كل بيت اللي نمشوا الدوار باي كانت بيوت عرب اي نمشوا نتعشوا فيه والقواد نقول وجدي للمراق اي قود على روحه قول رمزوني ووكلوني بالذراع ورمز يمشي يقود باش بتلت لك القواد قواد القواد بتلت معش تو بالك نتعشوا في دوار ولا في بيوت أي. يمشوا قود للمراق المراق تظهر السلطه تطلع اجداد السلطه تطلع يولينا نحنا جبت فكرة أي. معنى الناس اسمع نحنا نتعشوا عدل ويتكرم علينا الحق وكل شيء اجري قول وراه بجوني وبالذراع وعملوا علي باش برد القواد القواد باش برد ما عادش يقود ما عادش يقود ما عادش يقود سمعت اسيدي هذاك هو داي مرة مشت مثلا هذاك هو مشت كل وقت مشى في وقته هذاك هو سمعت اسيدي ايه هذاك هو اوكي بارك الله فيك ها الله يحفظك ما عناش مزي على بلادنا اخويا نجموا على بلادنا ما هو انتم يعني جهدتوا وثم برشا ناس مثل الشباب ما يعرفوش لا الشباب الصغير ما يعرفوش والكبار وقتها الكبار يحبوا فرنسا خير من وفرنسا كانت باهيه على مالها ماشي خايبه فرنسا ملي كانت الحق مسيبين ما باهيه على مالها ماشي خايبه نحن توتي راهو استعمرنا كي استقلينا صحيح. كانت الفوارات تجي كانت المياه تجي من كل شيء كانت المبلش كانت ما عملت كل شيء فهمتني كان خوي فهمت الله غالب وقت اللي استعمرنا ولا مانا بالفلوس ولا تلك كل شيء بالفلوس ولا تنجمينا وربي ساعد بلطفه اللي دعم هذاك هو ذكرني في الفوارة قلت لك ذكرني في الفوارة كل دولة تخدمها رجال اي اي صحيح سمعت يا سيدي كانت الفوارة كان من بياش من صحيح انا ذكر وجي البل بياش فوق العقوبة نتاع العقوبة البل هذيك لا يذكر نسمي تيه بياش يجي تلقاه يجي على الحصبة خير من صافية خير وجو الانسان تجي تغسل الصوف والماء يجري فيه وفرنسا وقت عملت لنا سبالة للعمومي لا تخص فرانك حتى شيء هنا احنا خويا وقت اللي استقلينا ربي يهدي ما خلقه استقلينا نشفع علينا المياه الكل الفوارة نشحوها ولم بياش نشحو كان بياش لو تلقاه يجري الماء كل ديما يجري واد البي حتى واد البي واد البي واد البي راه يجوا السواح ويجي الناس ظل يلقى في راس نخله أي. فيه نخله اي في اي يلقى يزرع النخله وينقز سمعت يا سيدي ويلوحوا له السواح الفلوس الفلوس اي فسوا الواحد اي وينقز من ثم يخلط على الفلوس يجبدها فلوس يجبدها سمعت يا سيدي كانت معنا تو تشوف كان في الارض ما ثم حتى شيء
شيء ما ثم حسيت الماء جبدوه جبدوه كل كل السلاطين جبدوا الماء الماء لو كان على برا أي. الماء لو كان على برا وقت اللي قلتوا في القنطرة القنطرة اللي يقولوا فيها يخدموا فيها بعض المانيين ولا شو قالوا ما وجعنا حتى يوجعنا كان البحر نتاع الماء اللي نسدوا فيه باك السيمة نتاع الماء هذيك صبوا فيها بس علاش اذا كان ما خلوا كل الماء ذاك القنطره تتكسر تتكسر في ساعه من الماء يسدوا فيها باك السيمان البيضة ولا السيمان سدوا فيها معناها قال ما غراضي حتى شيء غراضي كان الماء هذا النهر نتاع الماء اللي صحيح 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 لانه يا خويا الدنيا على الاخر خويا مشيت الدنيا على الاخر بحمد الله وفرنسا كانت منين نحاربوا فيها ونضربوا فيها وقت اللي معناها استقلينا وما زالت ما خرجتش هي بحمد الله وقت اللي الورقه بتاعت المقاومه ذيك كتجي للفرنساوي وتعرض له وتوقفوا تشوف هاك الورقه ذيك يبيع لها ويقول لك واش تحب وين ماشي وين ماشي نديك استعمال يا وليدي ربي يقدر خير ان شاء الله سمعت يا سيدي وربي يقدر خير هاي بارك الله فيك.